قرار رياضي لدعم صندوق مصر باسم الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي. ان شاء الله المؤتمر ده يقوم الساعه 1. المؤتمر دوت ان شاء الله هيحضروا طبعا رئيس المؤتمر الاستاذ المستشار مرتضى منصور ورئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي. ده ان شاء الله يقوم الساعه 1 نفس التوقيت دوت كده ان شاء الله. المؤتمر وبعد رموز الدوله منها طبعا وزير الشباب والرياضه هيكون موجود احتمال ان شاء الله برضك رئيس الوزراء برضك وزير رئيس الوزراء ان شاء الله يكون موجود. المهرجان دوت ان شاء الله ده لدعم صندوق مصر. غيركم كده هيتعمل بطوله برضه في نفس التوقيت في نفس اليوم حوالي الساعه 6:30 هيفتتح افتتاح البطوله ديت لدعم برضه صندوق مصر. وهنتكلم برضك عن بطوله المؤتمر. انا اهم حاجه عندي المؤتمر لسبب بسيط ان انا عن بطوله العالم اللي هي 2014 شهر 10 اللي جاي. دي أول بطولة مصر تنظمها بعد حوالي 30 سنة من الكاراتيه التقليدي. فدي طبعاً دي أول بطولة دولية بعد الظروف اللي حصلت في البلد. دي جاي فيها إن شاء الله 180 حوالي 80 دولة جميع دول العالم. يعني اتكلم فيها برضك بس أهم حاجة البطولة بتاعت بكرة دي أول مهرجان. ده التنظيم ده عشان مهرجان دوت عشان صندوق دعم مصر. إن شاء الله يحضروا بإذن الله الاتحاد المصري والاتحاد العربي الأفريقي غير المرحوم. شكراً. بنشكر الاستاذ محمد. ان شاء الله نتمنى تشريفكم بكره باذن الله. المؤتمر دوت بتاع بكره ان شاء الله هيكون لدعم صندوق مصر اللي بيرعاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فنتمنى ان شاء الله دعمكم لهذا الصندوق. شكرا.